بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجه جديده، اول مره على اليوتيوب هنعملها مع بعض. هنعمل مع بعض الفازلين المعطر والمرطب للجسم من ماي واي، بالريحه اللي تناسبك، اللي تحبيها، اللي تفضليها، اللي انت تستريحي لها. دوت انا كنت بجيبه من ماي واي تقريبا كان ب7، بعد كده بقى ب9، حاليا اخر مره جبته كان ب11.5. المرة دي في الكتاب ببص فيه لقيته بقى ب13 جنيه، والعلبة صغيرة جدا، يعني بص العبوة صغيرة جدا، يعني ما بتكملش معايا اسبوع ولاقيها خلصت. طب ما انا عندي فوزلين في البيت، علبة كبيرة اهي، جاية لي هدية من السعودية على فكرة. طب انا ليه ما استفادش بيها، ما اعملش بيها كل حاجة انا محتاجاها؟ ففكرت انا دوت انا اللي عاملاه اهي، انا قررت ان انا مش هشتري تاني من اخر مره خلصت، ما قررت ان انا مش هشتري تاني. نفس الريحه بالظبط، بتديني نفس الـ نفس الـ يعني نفس الملمس بتاع العلبه، اللي هي في ماي واي، هي نفس اللمعان، نفس الترطيب، نفس الريحه، وتعمليها بالريحه اللي تفضليها. فانا قررت ان انا اعملها في البيت. انا جبت العلبه ديت، علبه صغيره عندي طبعا كلنا عارفينها، دي علبه اللي هي الدبابيس، دبابيس الطرحه جبتها. هجيب بقى من هنا من علبة الفوزدين دي، هجيب منها يعتبر حوالي معلقة كده، هحطها هنا جوه العلبة على حسب ما العلبة بقى تقضي العلبة يعني، بس كده كفاية. على فكرة الفوزدين ديت الأصلية اللي هي أصلا من ال هي يعتبر انا قلت لكم قبل كده اللي هي بتنفع كمان لزبده الكاكاو، وبستعملها لشفايفي، وان شاء الله هنعمل مع بعض بيها زبده الكاكاو بقى، بس نلونها، نخليها بالوان الاحمر والروز والالوان دي. ده كده برفان اللي هو التندر، انت تستعملي البرفان اللي يريحك. هنبدا بقى نحط هنا كميه محترمه من البرفان هنا في العلبه ديت، لغايه ما نتاكد ان البرفان يعني بقى حبه محترمين كده، ولو عوزنا هنحط تاني. هبدا بقى ان انا اقلب البرفان بالفوزلين، انا كده اتاكدت تماما ان البرفان اتخلط بالفوزلين، وبقى كده كله بقى معايا ريحته نفس الريحه اللي انا بشتريها من ماي واي، نفس ريحتها بالظبط، نفس ريحه البرفان اللي انت بتستعمليه، نفس ريحة البرفان اللي انت بتستعمليه على حسب النوع اللي انت تفضليه لنفسك، وكل واحد طبعا ذوقه مختلف عن التاني. انا دلوقتي عملت برفان بنفس ريحة عملت فوزلين بنفس ريحة البرفان اللي انا بستخدمه. دوت هقول لكم انا بقى بستخدمه لايه. انا بستخدمه بعد ما بعمل باديكير لرجلي، بدهن بيه رجلي، بجد بتفرق معايا قوي، بيديني كده ريحه في رجلي، بتبقى ريحتها حلوه قوي، بالذات لما بلبس شراب، بلبس سكوتش، وانا ماشيه في الشقه كده بتخلي رجلي ريحتها حلوه. جربوه ويوفروا فلوسكم، ما تشتروش حاجه كده غاليه، هي بقت غاليه جدا. فانا فكرت في الفكره ديت، وعلبه الفوزلين دي انت لو حبيتي تشتريها يعني من الصيدليه، مش شرط تجيبي النوع الاصلي، في انواع تانية كتير من الفوزلين ممكن تقضي الغرض معاكي وتبقى كويسه جدا وفعاله وما بتعملش حاجه. نيجي بقى ندهن دلوقتي الفوزلين اللي احنا عملناه كده، هناخد حته صغيره وندهنها. بجد تحفه، بيرطب غير الريحه، انا مش قادره اوصف لكم الريحه، انتوا لما تجربوها هتشموا الريحه وهي قد ايه فعاله ونفاذه، ريحتها جميله كده، وغير اللي هو ريحه مرطب كده بيدي للبشره الرمعين. طبعا انا مش هوصف لكم الفوزلين دوت هو ايه، طبعا كلنا عارفينه. واتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله هتلاقوا حاجات كتير بنفس النوعيه ديت، واستنوا مني من الفوزلين ده هنعمل حاجات كتير جدا. ويا رب لو الفيديو عجبكم دوسولي لايك، ولو اول مره تزوريني في قناتي اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.